دستورنا في بابه الثاني مكرساً الابتعاد عن الارتباط العضوي بين التونسي وهويته العربية الإسلامية، بل إن المتأمل يرى دستوراً منبتاً يصلح في عموم نصوصه لأي بلد أو أي دولة. وإذا كنا تخلينا عن اعتبار الشريعة للتشريع، وكان الأولى بنا طرح هذه القضية للنقاش بدل إهمالها والتغاضي عنها، إذا كنا كذلك فقد دعمنا هذه الرؤية بسلب الفصول المعروضة من كل ما يشير إلى أصالتنا أو إلى حماية مقدساتنا الإسلامية بنصوص واضحة جلية، بل كان الاحتشام مسيطراً على أقلام من اختير لصياغة الدستور. فالحديث عن الهوية بلغ الخوف منه إلى الإشارة إليه بكلمة مقدس ومعتقد وشعائر ودور عبادة، فلا بد من التخلص من عقدة الاختباء وراء الكلمات، بل لابد من التصريح علنا بما يفيد التصاقنا بهويتنا الثقافية العربية وبهويتنا الإسلامية، بعيدا عن إرضاء الآخر على حساب الدفاع عن حقوق الشعب وعن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى الثورة في ممارسة إسلامه والالتصاق بلغته واستعمالها دون تعويض ذلك بحق التونسي في الثقافة. فعن أي ثقافة تتكلمون؟ عن أي ثقافة نتحدث ونحن لا نشير إلى العربية على أنها هي الأساس لثقافتنا؟ بل أقول لابد من توضيح مدلول الكلمات ليتناسق النص مع مطالب شعبنا العربي المسلم وحتى يقضى على الظن وسوء التأويل. بقيت هناك إشارات خاصة في الفصل السادس والثامن يمكن ضمهما باعتبار توافق المضمون، فكلاهما يتحدث عن التقاضي وحق المواطن في عدالة مستقلة. أما الفصل التاسع فأنني أدعو إلى أن تضاف إليه عبارة ألا تتعارض الاتفاقيات مع الهوية العربية الإسلامية. نحن نقبل الاتفاقيات الدولية على شرط، كما يشترطون نشترط أن تكون هذه الاتفاقيات متفقة مع هويتنا العربية الإسلامية. في كذلك أيضا لابد من إضافة كلمة الدين الإسلامي. لا نشعر بالخجل عندما نتحدث عن حماية مقدساتنا. عن أي مقدسات؟ هل هذا شعب عنده مقدسات غير الإسلام؟ هل أن تونس الآن أصبحت تتحدث عن مقدسات البوذية أو المقدسات الأخرى؟ فحق الشعب علينا باش نقول مقدساتنا الإسلامية، لأننا شعب مسلم وسنحافظ على هذه الهوية بإرادة شعبنا الذي ثار ضد الطغيان. وتعرفوا كلكم مانيش أنا باش نلقي خطاب في خصوص ما تعرض له شعبنا من استبداد وظلم وقهر ومقاومة لكل مظاهر التدين ولمظاهر الإسلام. جينا احنا في النص الدستوري نريد ان نكرس ذلك. كذلك ايضا في الفصل الذي يتحدث عن تحييد المساجد وحذف كلمة، ادعو الى حذف كلمة سياسي، فالإسلام هو السياسة. لا يمكن تحييد المساجد عن دور العبادة والمساجد تحييد عن النشاط الحزبي، هذا مطلب مقبول وندافع عنه، أما حيادة عن السياسة فهذا خطأ كبير، لأن الإسلام هو السياسة. الإسلام عندما يتكلم عن الربا ويتكلم عن الزنا ويتكلم عن الرشوة ويتكلم عن الفساد، هذه هي السياسة، أما أن هناك سياسة أخرى. كذلك أيضا أرجو في الفقرة الثانية من فصل 26 إضافة، احنا حكينا على الأحزاب وقلنا يسمها تراعي حقوق مختلفة، وأرجو أن تضاف كلمة ودينهم أيضا. شكرا سيد الكريم. كلمة أخيرة لو سمحتي، في الفقرة الرابعة في فصل 26 دون المساس بقيم الإسلام وحضارته، ولكم شكرا. السيد كمال عمار 4 دقائق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.